معانا برضو معانا على زوم واحد من شركائكم في هذا الامر، احمد كارم. احمد كارم اهلا بيك، مشرف ومنور وسعداء بيك وفخورين بيك ايضا وفخورين بزمايلك. اهلا بيك يا كريم. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا مروان؟ مشرف ومنور يا احمد. طب احمد، انا كنت لسه بسال عمرو ومرام على فكره دور كل واحد فيهم في هذا البروجكت او المشروع، انت بقى دورك ايه في المشروع ده؟ هم زي ما هم قالوا، يعني عمرو كان بدا وقال ان هو الفكره جت من عنده. احنا اهم ما ميزنا في المشروع ده، وحتى يعني حتى زملائنا كانوا قالوا لنا الكلام ده، وبعد ما كسبنا اتقال لنا الكلام ده، ان احنا من البدايه كنا حريصين جدا ان احنا نخلي في دايفرستي في الجروب. احنا خمسه، كل واحد فينا شاطر في حتته، يعني احنا تقريبا مغطيين كل المواضيع اللي ممكن البروجكت يحتاجها. يعني عمرو هو التك اكسبرت، وانس كمبيوتر، مرام فاينانس، هي كانت مسؤوله على الفاينانس، انا كنت مسؤول على جزء الكوميونيكيشن بحكم دراستي، كان عندنا سيف مسؤول عن الماركتنج بحكم دراسته وشغله، وانجي كانت هي مسؤوله عن الحته الليجل والتصاريح وكده بحكم برضه دراستها وشغلها. فاحنا كل واحد هو كان شاطر في حتته، فاحنا عملنا عشان كده البروجكت كان كله في زي كده يونيتي، يعني كل واحد عمل حته بتاعته، وحرصنا ان احنا نخلي كله زي ما بيقولوا كده ميه واحده يعني. فكل واحد فينا عمل الشغل اللي عليه، وده كان يعني سبب ان احنا كنا كسبنا واتقالت لنا بعد كده، يعني ان احنا انتوا كنتوا تيم، باين ان انتوا تيم، فده رجح كفتنا يعني. عارف انا سالتك السؤال ده وسالته لعمرو ومرام، فكره التيم عجباني الفكره دي قوي، انه مش واحد شغال لوحده، هو تيم، وتيم كل واحد بيعمل حاجه معينه شبهه شغله، مش تيم وخلاص، يعني احنا مش مجموعه صحاب فعاملين تيم حلو، لا، تيم كل واحد بيعمل في حاجه مهمه. بالظبط، يعني احنا حتى ما كناش نعرف بعض، كل واحد بيعمل اصلا احنا تعرفنا على بعض في الدبلوم. اتفضل يعني. وكل واحد عمل الحته بتاعته بحب، لان هو كل واحد كان مهتم بالرياضه، مهتم بالحته بتاعته، فعملها بضمير يعني بحب. فبان في البيبر، وبان حتى في البرزنتيشن، وبان في البرزنتيشن اللي عملناها قدام المحاضرين في اخر الدبلومه. يعني البيبر اللي احنا عملناها وباين فيها ده، سافرت بره وخدت وراحت الانترناشونال كومبيتيشن، كسبت مركز اول بسبب ده. يعني البيبر كانت متعوب عليها وده بان يعني. طيب احمد، لما جالكوا انت صاحب الفكره عمرو، صح؟ مظبوط. لما عمرو جالكوا بالفكره وقال لكم هنشتغل على فكره المتطوعين، اكيد اتناقشتوا، ما عندنا فكره احسن، ما مش عارف نعمل مش عارف ايه، طب ما نعمل دي احسن، اكيد القصه دي مش هتمشينا طريق طويل، ممكن ما ننجحش فيها. احكي لي انا بحب الكواليس دي عشان نوصل في الاخر ان احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على القصه دي. قولي الافكار حتى اللي كانت مطروحه ايه مثلا من حيث العناوين يعني. احنا يعني حتى لسه كنا من قريب بنفتكر بقى اول ميتنج عرضنا فيه الافكار على بعض. كان بقى يعني اللي هو كل واحد حاطط مثلا 3-4 افكار. وطب يا جماعه، طب انا كل واحد مثلا خلاص واستقرينا على فكره من كل واحد، طب هنشتغل اني كل واحد يقول طب فكرتي كذا، طب انا فكرتي كذا، طب كل واحد كل واحد بيحب فكرته اكنها ابنه او بنته، لان يعني انا ادام انا اللي فكرت فيها فانا قلت ان الفكره دي اكيد هتنجح طبيعي. بالظبط. بس احنا كنا برضه محظوظين ان ما حدش فينا كان اللي هو دماغه ناشفه قوي. امر بقى علينا الفكره كده بشكل حلو. صح. يعني واحنا اشترينا الصراحه. يعني قدر لان هو كان عنده اكسبيرينس في الحته دي، عنده مشكله شافها فيرست هاند، يعني هو اول يعني مش حد قال له ان في مشكله، لا هو شاف المشكله. فاحنا خلاص هو عرض علينا الفكره وناقشنا فيها. وقعدنا نروح ونيجي الاول، وبعد كده استقرينا على فكرتين، هي دي وفكره تانية، وفضلنا ماشيين في الاثنين شويه لحد ما دي هي اللي نورت، يعني هي دي اللي خلاص قلنا هي دي اللي هنكمل فيها. هايل.
ويعني كويس ان احنا كملنا فيها يعني الحمد صح. لله يعني صح صح. احمد كارم انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، شكرا جدا على المداخله معانا في هذه الفقره.